كولومبيا وميانمار هو مواجهه لارهابيين او متمردين كما اسمتها بعض الصحافه السعوديه والاماراتيه بشكل خاص. عموما الموقف الرسمي يتراوح ما بين الخذلان وحتى التواطؤ وما بين العزل الكامل في احسن الاحوال. بعض الشعوب هناك ظهرت مظاهرات في بعض البلدان لكنها كانت محدوده ولم تكن في المستوى باعتبار شعوب المنطقه ككل بعربها وغير العرب فيها كلهم يعني في حاله سيئه جدا من سوريا الى العراق الى اليمن الى ليبيا الى مصر اخرى، وبالتالي هناك الم شديد في عصر النفوس لكن عجز كامل على المستوى الشعبي وتواطؤ وخذلان على المستوى الرسمي. وهو لا يفاجئ اذا كان هذا الموقف الرسمي نجده تقريبا هو نفس الموقف الان كما ترى في سوريا، حيث انكشفت المخططات وانكشفت المواقف الحقيقيه للكثيرين واصبح بشار خيار الاغلبيه الغاصبه من الحكام العرب اليوم. والوضع ليس بعيدا عنه في العراق حيث حدثت ايضا تصفيات طائفيه، فمدن السنه مثلا موصل مثلا احد اقوى عامه واكبر المدن السنيه عبر التاريخ كما ترى حولت الى رماد تقريبا ودمار هائل وقتل عشرات الاف من سكانها وتشريد اكثر من 2 مليون من سكانها، الرقه ليست بعيده عن ذلك. وبالتالي هذا هو عموما الموقف، ومن ثم جاء الموقف اتجاه روهينجا يتراوح في هذا الاطار الذي ذكرته العراقيه.